السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله نتعرفوا على ميزان إلكتريك، يعني ميزان اللي كيستعملوا بزاف موالي الحوانت، كيستعملوا الخضارة. المهم بزاف ديال الناس كيستعملوا هذا الميزان هذا، اللي بزاف ديال الناس ما كيعرفوش طريقة الاستعمال ديالو. غنوريكم بعض الطريقة ديالو، يعني فيه بزاف ديال المزايا. غنوريكم داكشي اللي عارف فيه دابا حاليا. المهم الميزان هو هذا، هاد الماركة بالضبط، هذا اللي هو هاد الماركة ديال البنانة معروف. هذا يمكن كيتشارجا شوية الباتري، ويمكن ديال الحجرات مثلا الناس اللي كيمشيو للسواق ولا شي بلاصة اللي ما فيهاش الضو، ها هي بلاصة الحجرة ديالو هي هادي، وفيه بلاصة ديال الشارج، وعندو هاد الساروت هادي. هادي هي الساروت ديالو ملي كيشعل، هادي الساروت ديالو ملي كيشعل، وضروري إلا شعلتو يعطيك هاد الصوت. هذا الصوت هو مهم فيه، تسمعو إلا شعل. ها هو يلا نشعلوه، دابا هو خدام. ضروري باش تخدمو، ضروري تطفيو وتعاود تشعلو باش يعطوك هاد الخانات اللي كيبان لك فيهم هاد الأرقام. المهم الطاوة ديالو هي هادي، باش قلنا تطفيو وتعاود تشعلو حتى كيعطوك هاد الخانات ديالو كلهم يشعلو كلهم بالحمر. يعني هنا كتردو للزيرو، ديما كتردو للزيرو باش يكون عندك زيرو زيرو زيرو، باش لا بتعبر أي حاجة. هادي هي القياسة باش كيعبر، هي هادي. الناس اللي كيبيعوا الخضره وعندهم مثلا البانيو ولا شي حاجه كيحطوه وكيعبروا به، ضروري تحيد الطاره ديالو باش ما تزيدش على الناس هذيك الكميه اللي كيوزن داك البانيو ولا سميتو. يعني مثلا بحال هذه البياسه هذه كنحطوها هنايا، يعني هذه هي الطاره ديالو مثلا، كنوركو على الطاره ها هي باش يولي زيرو. يعني الا حيدت هذه كيعطيك ناقص، الا رديتها كيعطيك الزيرو، كيعطيك الزيرو نورمالمون، يعطيك الزيرو تما. الا نقصتها خصو يعطيك الزيرو بحال هكذا. وفي واحد لوبسي اخرى، مثلا عندك ثلاثه ديال الحوايج، مثلا الخيزو ولا مثلا البطاطا مطيشه، كل وحده والثمن ديالها باش تبقى ديما تعاود الثمن تعاود الثمن. كدير مثلا هذا، نديرو مثلا هذا، قلنا مثلا مطيشه، مثلا كتحطها كدير تفتح الميموار، كدير مطيشه 5 دراهم كديرها في ام واحد، كتحيدها مثلا، كدير مثلا شي سلعه اخرى مثلا بحال البطاطا كتحطها حتى هي، كدير الثمن كدير ام جوج، حتى كتعبر كلشي داكشي اللي عندك. مثلا كتبقى تحط كدير غير الام فين درت، واش ام واحد ولا ام جوج، اوتوماتيكمون هو كيعطيك العبار وشحال الثمن. حتى كتجمع كيعطيك الميموار كلشي ديال داكشي التوتال، شحال كيخلص لك بلا ما تبقى تعاود ضغوط هنا ضغوط هنا ضغوط هنا. هذه هي الطريقه ديال هذا الميزان. هذا هو راه ماركه مزيانه، هذا المارك، والوزن ديالو هو 40 كيلو، يعني ما يتعداش 40 كيلو. الا فتي 40 كيلو راه كيبقى كيعطي داك الصونيت طوط طوط طوط، ولكن ما كيعبرش ليك. وعندو واحد البروتيج اللي هو هذا البروتيج ديما اللي خدا خصو ما يحيدوش، يحافظ عليه هذا البروتيج. هذا البروتيج راه كيحافظ من الماء، كيحافظ من الوسخ.